السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. تنطلب من الجميع دعم القناة بالاشتراك، بنشر الفيديو، باللايكات، فضلا لا أمرا بطبيعة الحال، باش نبقاو ديما معكم ونقلبوا دائما على الجديد ونجيبوه للجميع باش يستافد الجميع بطبيعة الحال. كما قلت لكم، القضية ديال السيوات الثلاثة والاحتجاز ديالها من طرف السلطة الإيطالية والقبض على القائدة ديالها كارولا راكيتيكي اللي تتعرفوها كاملين، من بعد تم إطلاق سراحها. هذه المسألة لا زالت تطفو، هذه القضية لا زالت تطفو على الساحة السياسية الإيطالية لما لها تداعيات، لأن المسألة ما بقاتش غير يعني مسألة ديال إيميغراسيون، يعني مهاجرين سريين ولا شيء من هذا القبيل، ولكن كان فيه يعني سب وقذف كذلك في حق هاد ربعنا، بغض النظر عن ان اخترقت القانون او تحدث السياسه او القوانين الايطاليه، بغض النظر على المسائل اللي هم ممكن قذف وسب في الحق ديالها، وهذا الشيء بطبيعه الحال ما تقبلو حتى شي واحد. خرج وكيل ديال الوزاره ديال تكافؤ الفرص السيد فيتشينسو سبادا فورا بتصريحات بطبيعه الحال تندد بها بانه ضد سالفيني، بطبيعه الحال تندد بتصريحات بان ديك التصريحات وداك السب اللي كان في حق ديك القائده يعني راه ماشي يعني ماشي شي حاجه اللي مزيانه، ماشي حاجه اللي زوينه، خصوصا ملي تتكون من نابعه جايه من عند وزير الداخليه ديال واحد البلد، يعني اللي خصو يكون قدوه، خصو يكون مثال، يعني اللي يعني للتنديد بالعنف بالسب بالمسائل هذه ضد النساء. بالعكس تيشوفوا بانه يعني الناس ديال السياسه والناس ديال الدوله هما يعني اللي تيقوموا بهذه المسائل هذه، يقومون بما يسمى ب مساله ديال التمييز على اساس الجنس، قام بما يسمى كما قلت لكم سيسيزمو، يعني التمييز على اساس الجنس، يعني ديك الرجوليه هي امراه وداك الشيء، وقام كذلك بالسب ديالها كما تشاهدوا في هذا الفيديو هذا، لان العتب شي نعوت خايبه كما تشوفوا في هذا الفيديو هذا. In Italia, magari facciamo un giro a Venezia perché ci piace e poi passiamo per la Calabria perché ha delle belle spiagge e poi risaliamo, andiamo verso Genova a guardare i lavori di ricostruzione del ponte. Ma stai scherzando? Adesso chi se ne frega ne risponde, chi sbaglia paga. Non dico solo quella sbruffoncella di questa comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina degli immigrati per dimostrare chissà cosa pagata da chissà chi. Adesso esiste un governo in Olanda, si svegli. Esiste una Commissione europea, si svegli. Esiste qualcuno a Berlino che risponda delle ONG con nazionalità tedesca, facciano vedere che ci sono. Non sbarca nessuno, a meno che qualcuno non si faccia carico subito di portare ad Amsterdam o a Berlino o a Bruxelles queste persone. Mi sono rotto le كما شفتوا الاخوان ديالي، كل شيء واضح باين في هذا الفيديو هذا، واعتذر انني ما درتش الترجمه في هذا الفيديو هذا. التقى بكم ان شاء الله في حلقات اخرى، ما تنسوناش من الاشتراكات ومن الدعم للقناه فضلا لا امرا بطبيعه الحال، ونتشوفوا ان شاء الله مره اخرى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.